بالفعل صبا، أيضا قبل قليل دوت صفارات الإنذار هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، والسلطات المحلية طلبت من جميع المواطنين بضرورة الاختباء في الملاجئ وسط التحذيرات من إمكانية تعرض هذه المدينة لقصف من قبل الجيش الروسي. طبعا هذه المدينة بدأت تتحول إلى ثكنة عسكرية، الجيش الأوكراني بدأ بالانتشار في قلب مدينة كييف في ساحة الاستقلال التي تحمل دلالات رمزية كبيرة للشعب الأوكراني، لا سيما بأنها منها انطلقت شرارة الثورة البرتقالية عام 2014 وأطاحت بالرئيس المخلوع يانوكوفيتش. لو أفسح المجال للكاميرا صبا، هذا هو ميدان الاستقلال. كما نشاهد بدأ الجيش الأوكراني بوضع متاريس ترابية وبوضع حواجز حديدية في محيط هذا الميدان، وبدأ الجنود الأوكرانيون بالانتشار هنا منذ مساء يوم أمس، وذلك بعد التصريحات الروسية التي تحدثت عن إمكانية قصف البنية المعلوماتية في العاصمة الأوكرانية كييف، وبالتالي بدأت الإجراءات الأمنية تأخذ طابعا جديدا هنا في كييف في قلب المدينة، وبدأ الجنود ينشرون نقاط المراقبة والتفتيش والحواجز في عدد كبير من مداخل والأحياء والشوارع الرئيسية في هذه المدينة التي تعيش ربما حالة ترقب وحالة من الخوف والحذر خشية تطور الأحداث وتوسع رقعة المعارك ووصولها إلى قلب العاصمة الأوكرانية.